بسم الله الرحمن الرحيم. في مؤتمرنا اليوم نتعرض لحصاد انتهاكات شهر ديسمبر عام 2013، ونحاول دائما أن نربط أي انتهاك يحصل في البحرين بمحددات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي نعتبرها شاهدة ومحفزة أيضا على متابعة استمرار الانتهاكات أو حصول انتهاكات جديدة. هذا التقرير نعتبره كمصدر لقياس استمرار الانتهاكات، ليست الانتهاكات التي تقع فيما لا تختلف عما كانت عليه، وإنما حتى الانتهاكات التي تحصل بصورة جديدة لم تكن موجودة وقت كتابة ذلك التقرير. ولكن الملاحظة المهمة هي أن الانتهاكات التي ذكرت في تقرير لجنة تقصي الحقائق تتكرر وبشكل لا يدلل على صحة ما تدعيه السلطات بأنها التزمت بتنفيذ توصيات ذلك التقرير. وهنا نسأل، أين اللجنة المعنية بتنفيذ التوصيات التي أخرجت تقريرها في فبراير 2012؟ أين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من كل هذه الانتهاكات؟ أين وزارة حقوق الإنسان المعنية بوضع حقوق الإنسان، والتي في واقع الأمر نشطت في إصدار التصريحات عبر وزيرها بأن وضع حقوق الإنسان في البحرين وضعا جيدا مستقرا ممتازا، وأن البحرين تتعاطى مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في حين أنها نجد البحرين آخر بلد يتجاوب مع كل الآليات، سواء كان في تقديم التقارير أو في قبول توصياتها كما حصل في مايو 21 مايو 2012 حينما قدمت 176 توصية. هناك من البلدان ما قام بالرد في مدة لا تتجاوز الشهر، بينما البحرين انتظرت إلى ما قبل الجلسة التي سيتم اعتماد التقرير فيها أسبوع تقريبا أو 5 أيام تقدموا بذلك التقرير، ما يعني أنها ليست قادرة على التعاطي مع آليات حقوق الإنسان. رفض البحرين لمجيء المقرر الخاص، فيه إشارة، المقرر الخاص المعني بالتعذيب فيه إشارتين. الإشارة الأولى أنها لا تثق بمن يثق به المجتمع الدولي، والإشارة الثانية أو المؤشر الثاني أن هناك حالات تعذيب بالفعل تقع على الأرض، وإلا لو لم تكن هناك حالات تعذيب يجب أن يفرش لهذا المقرر بساطا من الورود، لأنه سيستنتج وسيخرج وسيعلن على رؤوس الأشهاد بأنه لا يوجد تعذيب في البحرين. إذن لماذا لا تتعاطوا مع طلب هذا المقرر؟ ناهيك عن عدد من الطلبات التي تقدم بها عدد من المقررين الخاصين ولم تستجب الحكومة أو لم تجب على الطلبات من الأساس. أعود، أين الأمانة العامة للتظلمات التي خرجت بتقرير يوضح حالة المخالفات الموجودة في سجن جو، سواء كان من ناحية زيادة الأعداد أو من ناحية عدم توفر الخدمات التي تفرضها المعايير الدولية على السلطات التي تقوم باحتجاز وسجن الأفراد؟
خرجت بهذا التقرير، ولكننا منذ خروج ذلك التقرير إلى اليوم نتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للسجناء وللموقوفين على حد سواء في سجن جو وفي الحوض الجاف. أين الوحدة الخاصة التي تعيب علينا بأننا لم نقدم معلومات لهم؟ وفسرنا لهم لماذا لا نقدم المعلومات، لأن المعلومات حينما نقدمها قد يقع. وقلت لهم أنا شخصيا لا أجد، لا أتمكن، لا أثق أبدا من أن هذه المعلومات سيتم محاسبة المسؤولين عنها. وقلت لهم أيضا أنا انتقادي ووجهة نظري حول هذه الوحدة واضح أقولها لكم، ولو التقيت بأي مسؤول أعلى منكم رتبة سأقول له ذلك الكلام، لأنني لا أقول هذا الكلام مجاملة أو إهانة، وإنما أعبر عن وجهة نظري في وحدتكم التي تريدون أن تحققوا من خلالها العدالة. أين النيابة العامة؟ أين المفتش العام؟ أين ديوان الرقابة المالية والإدارية عن السجن وعن توقيف الحوض الجاف؟ ديوان الرقابة المالية والإدارية كان عليه أن يصل إلى من خلال وزارة الداخلية إلى مراكز التوقيف ليتأكد ما إذا كان هناك عملا يتعلق بدور الإداريين في تعاطيهم مع السجناء والموقوفين. نعم، لغياب كل هذه يعني الجسم الحقوقي في البحرين الحقوقي الرسمي، تنشط المؤسسات الحقوقية سواء كانت المحلية أو الدولية لتغطي على لتغطي المساحة التي لا تغطيها الجهات الرسمية، ولتكشف ما لا تريد السلطات أن تعترف به. في هذا الشهر وشهر ديسمبر لاحظنا أن هناك يعني وضوح وحضور لعدد الاحتجاجات، وبالتالي هناك عقابا جماعيا، هناك إصابات، استمرار المداهمات، الاعتقالات مستمرة، إتلاف الممتلكات الخاصة أيضا استمر، الانتهاكات الدينية كان لها يعني نصيب الأسد باعتبار أنه كان في شهر محرم وصفر، وأيضا استدعاء الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية. هذه العناوين كلها كانت موجودة في لجنة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولا زالت تتكرر، وكأنما كما يقولون يا أبو زيد ما غزيت، كل ما كان حصل في تلك الفترة يتكرر إلى الآن، بالرغم من تأكيد السلطات على أن تنفيذ التوصيات وصل إلى 90%، في حين أن التقرير سيصدر خلال أيام، تقرير التفنيد لهذه المزاعم والادعاءات الرسمية سيوضح مدى زيف دعاوى السلطة. تمكنت دائرة حقوق الإنسان من رصد 745 احتجاجا شهدته مناطق البحرين. 400 من هذه الاحتجاجات وجدنا بأنها يعني تعرضت إلى قمع الشرطة، وحصلت حالات اختناق عديدة في منازل المواطنين نتيجة رمي بعض العبوات المسيلة للدموع، وهي الطريقة التي للأسف لا زالوا يعني يمارسونها، وتعبر عن استمرار في المنهجية الخاطئة التي بدأوا بها. أما في ما يتعلق بمداهمات المنازل فقد تم رصد مداهمات عددها 207 مداهمات في شهر ديسمبر الماضي. هذه المداهمات كانت تصاحبها أيضا عمليات، بعضها وليس جميعها يحصل فيها تكسير، ويعني أنا شاهدت بيوت بأم عيني، وجدت بيتا في قرية القرية مدمرا، يعني شقة مدمرة على عن بكرة أبيها، يعني لم أجد شيئا في محله إلا وهو مرميا على الأرض. هذه حالة تفتيش لبيت في منطقة القرية. طبعا المداهمات تحصل دون أن يبرز القادم لهذا البيت
من قوات إنفاذ القانون أو منتسبي الأمن أي سند قانوني أو إذن قضائي بالتفتيش، وإنما يشهد لنا ويقول لنا أهالي البيوت بأننا ونحن نائمون لا نجد إلا وكأن أشباحا كيف دخلوا في البيت يتواجدون في البيت ونحن نيام. هذا السلوك سلوك شائن، إذا كان يقال علنا ويتابعه المسؤولون سواء كان وزيرا أو رئيس وزراء أو مراقب أو مسؤول أو ضابط أو غيره، إذا كان حتى النيابة العامة إذا كانوا يعتقدون بأن هذه المعلومات محل رضا رسمي فهم يشهدون بأن السلطة تقبل بأن تحصل كل هذه الانتهاكات، وإذا كانوا يعتبرون أن هذه مخالفات إلى متى نعتقد أنها ستتوقف؟ أم أن الذين يقومون بها هم فوق القانون حيث لا يوجد أحد فوق القانون كما تعلمنا في مملكة البحرين؟ هناك الحالات الاعتقال طبعا يعني جدير بأن نقف عندها، كانت تصل إلى 183 مواطن تم اعتقاله. هذه الاعتقالات من بينها 31 طفل، وسأأتي على موضوع الأطفال وهو يعني موضوع مؤلم جدا ومؤثر. تعرض بعض هؤلاء المعتقلين إلى التعذيب، تعرض بعضهم إلى المعاملة القاسية. أربع حالات في خلال 10 أيام من هذا الشهر، أنا أتحدث الآن عن شهر يناير، أربع حالات تم أخذهم من الطريق وتعذيبهم ويعني تم يعني ترك آثار الضربات على الأبدان، ودعوا بعضهم إلى العمل في الأجهزة الأمنية كمخابرات، وبعضهم طلب منهم الإدلاء بمعلومات تتعلق عن ناشطين في مناطقهم وتركوا وحالهم في مناطق نائية. هذا الإجراء يعني إذا كانت السلطة قادرة على أن تكتشف يعني ممنوعات في كل مكان وفي كل زاوية من زوايا بيوت الناس، كيف لها لا تستطيع أن تكتشف هذه السلوكيات التي تتم عبر يعني منتسبيها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين؟ بالنسبة إلى تقرير الاعتقالات، هو 183 مواطن، 31 طفل من بينهم. كان عدد الاعتقالات التي حصلت من خلال المداهمات هو 84 حالة فقط، يعني ما يقارب من 99 حالة أو 99 حالة في الواقع تمت عن طريق إحضاريات وعن طريق نقاط تفتيش وعن طريق المداهمات، عفوا عن طريق يعني من الطريق أو بطرق أخرى غير المداهمات وغير نقاط التفتيش وغير الإحضاريات. حينما نأتي إلى يعني هذا التقرير، تجدون هذا التقرير يعني نجد أن المداهمات 84 حالة و23 حالة من الشارع العام، والإحضاريات كانت 18 حالة، 13 حالة أو 12 حالة من الحدود، من حدود السفر الحدود يعني المطار أو الجسر، ونقاط التفتيش 11 حالة، والحالات الأخرى 3 حالات شبيهة ب رايح إدارة رسمية وهناك يصير خاطرهم فيه يقولون لأن أنت مطلوب، بالرغم أنه لم يستلم إحضارية ولم يتلقى أي شيء، ولكن صار اشتهوا بأن يعتقلونه فقالوا له تفضل أنت مطلوب دون أن يقدم له سندا في ذلك. نأتي هنا لحالات الاعتقالات وأثرها وتوابعها. لاحظنا بأن هذا السلوك منذ 3 أعوام لم يتغير، وهو أنه إذا اعتقل الشخص من بأي طريقة من الطرق التي ذكرناها سواء مداهمة أو الشارع العام أو الحدود أو الإحضارية تصله أو نقطة تفتيش أو من أي إدارة أو هيئة رسمية،
نلاحظ أنهم أن السلطات لا تبادر بالاتصال لأهله بالقول بأن ابنكم فلان ابن فلان رقمه الشخصي كذا كذا كذا، نعم هو موجود لدينا في المبنى الفلاني، هذا حق. وإلا أي مسؤول يستطيع أن يقف ليقول لي هذا ليس من حق المتهم أو من حق المقبوض عليه، لأن في الأساس من يتهم ومن يقبض عليه هو بريء حتى تثبت إدانته عبر القضاء. فماذا هذا الحيف؟ لماذا هذا الحيف؟ هذا الضرر ليس على المتهم فحسب، هذا الضرر على أمه أو زوجته، بناته، أهله، جميعهم يتضررون من إخفاء المعلومة المتعلقة بمكان وجوده. إذا كانت السلطة واثقة من أن إجراءاتها صحيحة، ما الذي يمنعها من أن تتصل بأهله وتقول أن ابنكم لدينا بتهمة كذا أو كذا أو أنه بخير وما إلى ذلك؟ ما يحصل أن كل الأهالي يرجعون ويقولون أنه اختفى ولا نعلم عنه شيئا ومضى عليه 3 أو 4 أو 5 أيام، كما حصل الآن إلى الشاب أحمد العرب الذي اعتقل في 9 يناير وبقي إلى حد يوم أمس اتصل ومن النيابة العامة وطمأن أهله. هذا الانتهاك لأهله على مدى 6 أيام أو 5 أيام، من المسؤول عنه؟ في الأجهزة الأمنية، الأجهزة القضائية، الأجهزة الرقابية، السلطة، السلطة التشريعية، وزارة حقوق الإنسان، المراقب العام، من الذي يدافع عن سلوك السلطة يأتي على هذا السلوك غير السوي؟ حسين الغسرة رجل 50 تم اعتقاله من البيت وبقي وهو يعاني من مشكلة في ظهره، عنده مشكلة الديسك، أهله يريدون أن يعرفوا أين هو، لا يعرفون أين هذا الرجل. طيب أنتم اعتقلتوه هو موجود لديكم، يعني أنتم مطمئنون، لماذا تعاقبوا وتنتقموا وتؤذوا أهله؟ اتصلوا وقولوا هو لدينا في الإدارة الفلانية في المكان الفلاني وهو الآن في طور التحقيق، وإذا انتهى التحقيق يتصل لأهله يقول نعم أنا موجود وأنا بخير أو أنا في الإدارة الفلانية وانتهى الموضوع. ما يقارب من 75% من تواصلنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي تتعلق بمسألة عدم الحصول على اتصال من المعتقل حينما يكون في حوزة وبعهدة السلطات الأمنية. وبعد ذلك حينما نتواصل، لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بالتواصل مع السلطات، تحترم السلطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل أن تحترم أهل المعتقل والمعتقل نفسه، فيتلقى الأهل اتصالا من ابنهم أو أخيهم أو أبيهم المعتقل. هنا أقف عند حالة خطيرة جدا وتمس كرامة الإنسان وسلامة الإنسان وحق المواطن، وهي إصابة شابين في قرية المرخ بتاريخ 9 يناير، الذي لم يصدر عن هذه الحادثة إلا بيانا واحدا يتيما من وزارة الداخلية وضعته على موقعها الإلكتروني بالقول أن هناك إصابتين بالرصاص، ولم تذكر تفاصيل أخرى، وأشارت إلى تهمة أيضا وضعت على أحدهم بأنه حاول أن يدهس. ومن تلك اللحظة إلى الآن الأهل يعيشون حالة القلق والوجل، إذا كان هذان المعتقلان اللذان أصيبا بالرصاص لا يهمكم شأنهما، ألا يهمكم شأن أهلهم، آبائهم، أمهاتهم؟ هم لا زالا معتقلين الآن، وبمحاولات الأهل للاكتشاف وللبحث عن مكان وجودهما تمكنت عائلة واحدة، اهتدت لها العائلة الثانية لاستنتاجاتها، وهو أن الولد موجود أو الأولاد موجودين في مستشفى العسكري. المستشفى العسكري يعني بحوزته هذين المعتقلين، في حين أن الأهالي لا يعلمون ولم يرون ولم يقابلوا ولم يطمئنوا على حالتهما أو سلامتهما أو درجة خطورة هذه الإصابة. هذا
هذا الحدث هو برسم السلطات. السلطات تعرف كل ذلك. كل مركز يذهب له الأهالي يعني أن المعلومة وصلت للسلطات. إذا وصلت للمركز ولم تصل إلى الوزارة فهي في واقع الأمر وصلت إلى الوزارة باعتبار أن المركز جزءا من الوزارة. وأعتقد أنهم إذا بقوا على حالهم في أن لا يكشف عن مصيرهم وحالهم وسلامتهم سيكون أيضا هناك متابعة كما كانت هناك متابعة ابتدائية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونوصل شكوى الأهالي وأيضا لتمكين الأهالي من معرفة حال ابنيهما. حالات الإتلاف لا أريد أن أتحدث عنها غاية في المشكلة، يعني دخول القوات لا تكشف فقط عن المطلوب كشفه أو الحصول عليه، وإنما تقوم بعملية الإتلاف والتخريب للمقتنيات. في شأن المعاملة القاسية والتعذيب، دعوني أقول أمرا هنا. المشكلة بأن يعني حالات التعذيب مستمرة وتعتبر جزءا من حاجة المحقق في الأساس لكشف ما ورائيات يعني ضمير المعتقل، وإضافة لطبيعة القضية المراد التحقيق فيها. حينما سمعنا عن وجود يعني اكتشاف لقوارب في البحر وقوارب تنقل مواطنين هاربين أو حصل قارب محمل بالمتفجرات والأسلحة وما إلى ذلك، نعلم بأن كتمان حال المعتقلين سواء كانوا في القارب الأول أو القارب الثاني أو غيرهم أو ممن أخذوا من قرية القرية، نعتبر إخفاء حالهم لأن هناك شيئا ما يراد إخفاءه. وصلنا من أهلهم بأنهم تعرضوا لتعذيب، وأعتقد أن على الوحدة الخاصة في النيابة، الوحدة التحقيق الخاصة في النيابة لا حاجة لها بالاتصال لي، لديهم أرقام أهلهم ليتواصلوا معهم وسيقولون لهم ما الذي حدث لهم، ويمكن لهم أن يستدعوا الشباب الذين تم اعتقالهم من موقع التوقيف ومن مكان التوقيف ويكشفوا عليهم. حالات التعذيب التي رصدناها والمعاملة القاسية هي 17 حالة، كان بعضها بالضرب وإساءة المعاملة، وأكثر من ذلك أكثر من هذا العدد، ولكننا لم نتمكن من الجلوس وأخذ التفاصيل من أهالي الذين أبلغونا. فالعدد هو ليس 17 حالة، العدد أكبر، لأن هناك نوعان، هناك نوع من الأهالي يتعاطون بشكل سريع وهناك بعضهم يتعاطى بشكل بطيء. نحن نتحدث عما تم توثيقه، 17 حالة، وسيخرج في التقرير السنوي الذي سيخرج قريبا عدد حالات التعذيب وحالات المداهمات وحالات الاعتقال وحالات كل الانتهاكات، ستبدو على مدى عام بأرقام فظيعة يندى لها الجبين في واقع الأمر. لدينا حالتان في واقع الأمر، هي يعني على سبيل المثال أنه بحسب إفادة هذا الشاب أنه تم القبض عليه أثناء مشاركته في فعالية سلمية، نقلته قوات الشرطة إلى منطقة نائية بعيدة عن المكان الذي تم القبض عليه فيها، وقامت بضربه ضربا مبرحا في مناطق مختلفة من جسمه، كما تم إتلاف هاتفه المحمول، ولم يستطع أهله العثور عليه حتى اليوم التالي من القبض عليه، حيث كان في حالة إعياء شديدة. هذه حالة. الحالة الثانية هي لشاب أيضا أو لطفل عمره 15 سنة،
وأفاد أهله أنه داهمت قوات الشرطة منزله ومنزل أحد أصدقائه حيث كان متواجدا فيه، وذلك في وقت كانت تشهد فيه المنطقة احتجاجات سلمية، حيث جرى اعتقاله وتهديده بالسلاح وقامت بنقله إلى إحدى المزارع المجاورة. هذا سلوك يتكرر، وهناك تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح في أماكن العفة، الأماكن الخاصة، والعنق والوجه، كما أنه تم تهديده بإطفاء السجائر في جسده قبل أن يقوم أحد رجال الشرطة بعضه في إحدى أذنيه، وبعدها تم رميه في منطقة نائية عن منطقة اعتقاله، كما تمت مصادرة هاتفه المحمول. هاتان القصتان نذكرهم على سبيل توضيح تفاصيل السلوك المتكرر، ربما هو يعتبر سلوكا ممنهجا ويحصل كثيرا هذه الأيام. أقف على ذكر الطفلين إلى أن هناك أطفال أيضا عددهم كبير، ما حصل إلى الأطفال في الحوض الجاف في عنبر 6 من حلق لرؤوسهم جميعا كعملية عقابية، ورميهم على الأرض مكبوبين على وجوههم، وبقوا لمدة عدة ساعات. كان ذلك ربما لوجود خلاف، ربما لوجود مشكلة بين أحد الموقوفين وشرطي، أو ربما أحدهم كان يطلب شيئا ولم يسمع إليه فتضامن معه الجميع، لا نعرف السبب. أنا متأكد أن السلطات تعرف السبب، وإن كانت غير قادرة على إعلان السبب تماما، وإنما تذكر الجزء الذي يمكن أن يرفع الحرج عنها. تم عقابهم بهذه الطريقة، تكتيم على واقعهم، جميعهم باستثناء كما قيل لنا أحدهم، واحد فقط لم يتم حلقه لسبب أعتقد في رأسه، أما الجميع تم حلقه واستاء واقع هؤلاء الأطفال. هكذا تتم التعاطي مع الأطفال المحتجزين وهم في عهدة السلطات. كيف بهذا الطفل الذي يمكن يؤخذ في منطقة نائية ولا يعلم عنه أحدا ولا يدرى عن شأنه شيء ويترك لحاله؟ من حسن الطالع أننا تلقينا دعوة من الأمم المتحدة تتعلق بتقديم بآلية جديدة، وأعتقد أنها تضايق السلطات، آلية جديدة لتقديم الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بحيث يتمكن ممثلي هذا الطفل أو أهله أو المدافعين عنه الحقوقيين للتواصل معها. وأعتقد أن البحرين ستكون سباقة في الحصول على العدد الأكبر في الشكاوى لهذه اللجنة الجديدة المستحدثة. أما فيما يتعلق بالانتهاكات الدينية، الانتهاكات الدينية التي حصلت في شهر محرم تم حصرها و تدقيق هذه الانتهاكات التي وصلت إلى 39 حالة انتهاك تتعلق ب يعني سواء كان إيقاف إداري مأتم السنابس ومأتم من خميس مثلا، وهي الحالة الأخيرة تقريبا من الانتهاكات الدينية التي حصلت في محرم وصفر، وكان اعتقالهم لا نعرف مبررا له إلا أنهم اتهموا بأن هناك صورا وضعت على الأرض وتم محاسبتهم عليها، في حين أنهم يديرون المأتم ويديرون الموكب ولا يديرون الطرقات. ما حصل أيضا لمسجد البربغي وهو محاولة تحريكه إلى مساحة أخرى، ونحن نؤكد على أي فاهم مدرك عاقل يتحدث اللغة العربية في السلطات بأن هذا أمر لا يجوز لا شرعا ولا قانونا، لأن الأرض أرض الله، أرض رحمانية، لا يمكنكم أن تحركوها، وهذه ليست رغبة شعبية وليس هو إخلاص مواطنين لحدودهم الدينية، وإنما هو أمر شرعي لا يمكن أن تتجنبوه أو لا يمكن أن يعني تخالفوه، وعليكم تجنب مخالفته. كما أن حصلت هناك اعتقالات من هذا المسجد، مسجد صعصع بن صوحان، هذا المسجد الموجود في منطقة نائية في قرية عسكر، هذا المسجد يتعرض، وأتذكر في العام 2000
واثناش تم تعرضه إلى تخريب وتكسير وسرقة مكيفات وما إلى ذلك، وفتحه ربما للهوام وللكلاب وللبهائم. لاحظت بأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية أصدرت بيانا في هذا الخصوص، وأكدت على احترامها لبيوت الله وعلى رعايتها لشؤونها، في حين أننا نجد أن تكرار هذا الحدث يدلل على أن الكلام الذي صدر آنذاك هو كلام فاض لا قيمة له ولا معنى على الأرض. آتي أخيرا على يعني استدعاء سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان. وجدنا أن الحرية السياسية وحرية يعني التعبير وحرية ممارسة الحق المشروع في الاعتراض على السلطة أمر بدأ يضايق ويحاصر، وكأن المسألة تدور مدار رغبة السلطات في رفض هذه الكلمة أو تلك، رفض هذا النشاط أو ذاك. المعيار هو ليست رغبة السلطات وانزعاجها ومزاجها، المعيار هو المحدد القانوني، سواء كان في القانون المحلي أو في القانون الدولي، كما أن المعاهدات التي صادقت عليها البحرين حينما تنتهكها السلطات إنما تهين المجتمع الدولي باعتبار أنها صادقت على عقد وعهد واتفاقية تشترك معهم فيها، ومن ناحية ثانية هي تهين المجتمع البحريني الذي لم يبقى له حرية أيضا يمارس فيها حقه. نحن نعتقد بأن استدعاء الأمين العام خلف حالة كانت مقلقة شديدة، وهي أنه أخضع لأخذ عينة من دمه، وكان في أطار منعه من الاختيار حتى من استشارة محاميه في تلك اللحظة، وهو ما اعتبره هيئة الدفاع إجراء غير معمول به واعتداء على جسم وسلامة الأمين العام، ويدعو للريبة والشك، حيث أننا في كل حالات الاعتقال منذ 2011 وبرغم كل هذا الكم الهائل من المعتقلين لا نتذكر إطلاقا أن أحدهم قال بأنه سيؤخذ منه عينة دم للدي إن إيه. هنا نسجل اعتراضنا على منع سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان من حقه في التنقل في خارج حدود البلاد، ونعتبر أن هذا عملا تحاصر به السلطات عمل المعارضة السياسي، وعليها أن ترفع هذا المنع عن سماحة الشيخ علي سلمان وعن الأستاذ خليل المرزوق، لأنهما سياسيان ومن حقهما ممارسة عملهما السياسي في أطار رعايتهما لمصلحة مواطنيهم. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا.